هل تسقط باقي النوافل على المسافر؟ باقي النوافل فيها نزاع، إن صليتها تثاب، ما صليتها لا تأثم. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة سنة الصبح ولا الوتر في سفر ولا في حضر. اللهم إلا ركعة الوتر ليلة مزدلفة، ليلة وهو راجع من عرفات، لم ينقل في هذه الليلة، فقط أن النبي صلى الوتر، فالله أعلم.